مرحبا واهلا وسهلا بالمشاهدين مع جدول المسلسلات التركية الجديدة لشهر نوفمبر. معنا 11 مسلسل تركي جديد لشهر 11، حيث من بعد هذا الفيديو سوف تكونوا على معرفة بجميع المسلسلات التركية التي سوف تبث خلال هذا الشهر. ولكن رجاء وقبل ما نبدأ لا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ. أولى مسلسلات شهر نوفمبر هو مسلسل اللقاءات، وهو من النوع الكوميدي الرومانسي بطولة سينام كوبال وأوراسكاي جالار أولو، حيث ونرى بأن الممثلة سينام متشوقة للعودة إلى تصوير المسلسلات والأفلام، حيث لديها أولا فيلم كل شيء بسبب عطارد، ومن يشاركها في البطولة هو الممثل ألب نوروز، والآن لديها مسلسل رقمي وهو بعنوان اللقاءات. وقصة المسلسل تركز عن اللحظات التي نقول عنها بأنهم من المستحيل بأن تحدث، ولكن هائذ القدر يفاجئنا وما قلنا عنه مستحيل أصبحت حقيقة. وكاتب هذه القصة هو الكاتب والممثل جيراي ألتون أوراك، ومن أعماله السابقة الفيلم الكوميدي الصهر أيقوت، ومن أخرج المسلسل هو أيضا كاتب المسلسل جيراي ألتون أوراك. والمسلسل سوف يطرح للمشاهدة عبر منصة إكسن التركية في اليوم الأول من شهر نوفمبر. ثاني مسلسلات شهر نوفمبر هو مسلسل المدينة البعيدة، وهو مسلسل درامي، وهي النسخة التركية من المسلسل العربي الهيبة، وأبطال النسخة التركية هما كل من أوزان أكبابا وسينام أنسال، وبمشاركة العديد مثل غونجا جيلاسون ومفيد كايا وأتاكان أوسكايا. وقصة المسلسل الجميع على دراية بها حول عائلة عليا الذين كانوا مستقرين في كندا، ولكن من بعد وفاة زوجها تقرر عليا العودة إلى أرض وطنها لدفن زوجها هناك. ولكن الموضوع لن ينتهي إلى هنا وحسب، حيث ومن بعد وفاة رب البيت تقرر عائلته أخذ حضانة حفيدهم من عليا، ولكن الموضوع لن يكون سهلا من الطرفين، كما وأن عائلة الزوج من أقوى العائلات في بلدتهم، فكيف ستكون المواجهة بين الأم وتلك العائلة الكبيرة؟ ومن قامت بتحويل المسلسل لسيناريو تركي هي الكاتبة جوليزار إرماك، ومن أشهر أعمالها السابقة واحد من المسلسلات خالدة في تاريخ المسلسلات التركية، وهو مسلسل على مر الزمان. ومن سينقل لنا الحكاية بالنكهة التركية هو المخرج أحمد كاتكسز، ومن أشهر المسلسلات التي أخرجها في مسيرته كمخرج هو مسلسل العشق الأسود. ومسلسل المدينة البعيدة سوف يعرض في اليوم 11 من شهر نوفمبر، أي أن المسلسل سوف يبث في أمسية كل يوم اثنين، ليكون في المنافسة مع ثلاثة مسلسلات، وهم مسلسل المحتال والبراعم الحمراء وصلاح الدين الأيوبي. ومع الثالث دراما تلفزيونية قادمة للمشاهدين في شهر نوفمبر هو مسلسل المشردين، بطولة هازال سوباشي بدور عزيزة، وكان ميراج بدور جيمو، وإنيس كوتشاك بدور يوسف، ودوا بيرام بدور زليخة، وإيجي باجي بدور فيدان، ومينا درمان بدور ميلس، وريحة أزيان. ونوع المسلسل دراما حزينة، والقصة عن ستة أشقاء يحاولون الصمود والوقوف على أقدامهم والتمسك بالحياة بالرغم من صعوباتها، من بعد ليلة جعلت حالهم يتغير بالكامل ليصبحوا مشردين من بعد تلك الليلة. وهذه القصة كتبت من قبل 4 كتاب اجتمعوا على كتابة المسلسل، وهم كل من أزجور وسيلن ورمضان وإليف، ومن أبرز أعمالهم السابقة هو مسلسل توسكو باران اسكندر. ومسلسل المشردين هو من إنتاج شركة OGM Pictures، وطبعا المسلسل لصالح المنزل المفضل لمسلسلات شركة OGM وهي قناة ستار. ومسلسل المشردين مبدئيا مخطط بأن يبث في اليوم الاثنين، وإن ثبتوا على قرارهم أي أن المسلسل سوف يتنافس مع 4 مسلسلات، وهم البراعم الحمراء والمدينة البعيدة وصلاح الدين والمحتال. ولكن قد يتم اختيار يوم الأربعاء يوم بث المسلسل الرسمي لتجنب المنافسة الشرسة التي يشهدها أول أيام الأسبوع في تركيا، ألا وهو يوم الاثنين. وإن تم اختيار يوم الأربعاء بذلك المسلسل سوف ينافس 3 مسلسلات، وهم ليلى والمؤسس عثمان ورائحة الصندوق.
ومع رابع مسلسل لشهر نوفمبر هو مسلسل الابن الاساسي، وهو مسلسل من النوع الرومانسي، وابطال المسلسل هم كل من هاديسة وسيدا باكان وشكرو أوزيلدز وصرحات تيومان وكوبيلاي اكا واكيل مار دايماز. وقصة المسلسل عن صديقتين ناجحات في الكثير من الامور في حياتهم، الا ان مسائل الغرام معهم لا تجري كمثل بقية الامور في حياتهم، وتقرر الصديقتين مساعدة بعضهم البعض لإيجاد الشريك المثالي لكل واحدة منهن. وهذه القصة هي من كتابة مريم جول، ومن المسلسلات التي كتبتها في الماضي مثل مسلسل الكاذب، وإخراج المسلسل من قبل شانول سرماز مخرج العديد من المسلسلات المميزة مثل اسطنبول الظالمة وجولبيري. ومسلسل الابن الأساسي سوف يطرح للمشاهدة على الإنترنت في اليوم 22 من شهر نوفمبر. ومع خامس مسلسل لشهر نوفمبر هو مسلسل أكشن تشيراك، بطولة أوزان أكبابا ودامرة سنماز. وقصة المسلسل عن تشيراك الذي يظن نفسه بأنه على طريق الصواب، ذلك وبسبب ما عانى منه في الماضي، فماضيه صنع حاضره، ولا يدرك على نفسه بأنه على طريق الخطأ، ولكن من سوف تدخل على حياته سوف تساعده على اختيار طريق الصواب. والمسلسل بالكامل من كتابة وإخراج بطل المسلسل وهو الممثل أوزان أكبابا، وسوف يطرح المسلسل للمشاهدة على الإنترنت في اليوم 27 من شهر نوفمبر. وفي اليوم الذي يليه مباشرة المشاهدين على موعد مع مسلسل التشويق والأكشن عساف، بطولة جيهانجير جيهان وبرتشين ترزي أولو. وقصة المسلسل عن سائق تاكسي سوف تتغير حياته بالكامل من بعد أن تورط في أمر دون معرفته، ذلك من بعد أن أقل شخصا في سيارته، ولكن ذلك الشخص ليس بأي شخص عادي، فهو السبب وراء تغيير حياة عساف. وهذه القصة هي من كتابة المبدعين أزجور أونرمي وأحمد وطن. ومن أشهر المسلسلات التي أبهر المشاهدين فيها هو مسلسل فاطمة بطولة بورجو بريجيك. والمفاجأة مخرج مسلسل عساف هو المخرج ديني جوردن، وهو من أخرج مسلسل لا كاسا دي بابيل. ومسلسل عساف سوف يطرح المشاهدة عبر الإنترنت في اليوم 28 من شهر نوفمبر. ومع السابع مسلسل لشهر نوفمبر هي الدراما التلفزيونية حب وزواج وطلاق، وأبطال المسلسل هم كل من بانو يلدريملار وميليسا شانولسون وموجد أوزمان. وقصة المسلسل تتحدث عن ثلاث سيدات ناجحات في مجال عملهن في الإذاعة الصوتية، ولكن ومن خلال طبيعة عملهم سوف يكتشفوا الوجه الحقيقي لزواجهم. والمسلسل هو مقتبس عن مسلسل كوري يحمل نفس الاسم، ومن قام بتحويل المسلسل لنسخته التركية هي رهشان تشيدام، ومن أعمالها السابقة هي من قامت بتحويل مسلسل المعلم من النسخة الكورية إلى النسخة التركية. والمسلسل سوف يعرض قريبا جدا على قناة ناو. وثامن مسلسل لشهر نوفمبر هو مسلسل أمي أنقرة، وهو مسلسل درامي بطولة برجوزار كورال ومحمد جنسور. وقصة المسلسل عن نضال أم من أجل أطفالها، وكاتبة القصة هي باشاك إنجيجون، ومن أشهر أعمالها السابقة شاركت في كتابة واحد من أشهر المسلسلات التركية وهو زرد الثالوث. والمخرج هو فاروق تبار، مخرج العديد من المسلسلات المهمة مثل أبناء الإخوة وأراضي بلا قانون وكان يا مكان في تشيكو. ومسلسل أمي أنقرة سوف يبث خلال شهر نوفمبر على قناة دي التركية، حيث أن أول ثلاث حلقات من المسلسل انتهوا بالكامل من تصويرها. وتاسع مسلسل معنا هو مسلسل الشركة القابضة بطولة جنار توبتشو وتوبا سنغور أولو. وقصة المسلسل عن سباحة ماهرة سوف تدخل إلى شركة لكي تنتقم منهم، ولكن ما علاقة تلك السباحة بالشركة وما هي الأسرار؟ المسلسل سوف يعرض في شهر نوفمبر على قناة التركية.
ومع عاشر مسلسل معنا، وهو المسلسل الرقمي أصدى بطولة جيهانجير جيهان وسينام أنسال. وقصة المسلسل تتحدث عن مدير أحد البنوك المهمة، ولكن يدخل في حالة من اليأس عندما لم يتم تقدير ما يقوم به من العمل، وهنا سوف يتخذ القرار المهم في حياته. المسلسل من النوع الدرامي والأكشن الخفيف، وكاتب ومخرج المسلسل هو أزغور أكسنغور، ومن أشهر مسلسلاته في الماضي مسلسل علي رضا. والمسلسل سوف يطرح للمشاهدة عبر الإنترنت في شهر نوفمبر. ومع المسلسل الأخير لشهر نوفمبر، وهو مسلسل من النوع الرياضي الوثائقي، يتحدث عن أردا جولار اللاعب التركي وكيف كانت رحلة حياته من لاعب محلي إلى لاعب دولي. والمسلسل هو رقمي وسيعرض أيضا في شهر نوفمبر على الإنترنت. وعربيا، يوجد بعض المسلسلات التركية سوف تتوفر بالدبلجة العربية، مثل مسلسل حكاية خرافية بطولة ألينا بوز على منصة فيو. وأخيرا، إذا حبيتوا الفيديو رجاء دعمكم مهم جدا جدا، لا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم كتير.